شاهدنا الكأس المفتوح الذي ذهب مع السولعية لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي هنا أمو الشيخ طحنون بسلطان بن حمدان بن محمد الهيان يتوج مالك السولعية مانع بن علي بن حماد الشامسي 7:15:9 وعلي بن سعيد الزرعي المضمر بو راشد وأيضا مبارك بن سعيد الزرعي تهانينا الناموس ألف مبروك على فوز السولعية علي بن سعيد الزرعي هو أيضا من قاد هذا الاسم ومبارك بن سعيد الزرعي الأخوان في أيضا ديربي رائع ومميز شوط القعدان السولعي لمانع بن علي بن حماد الشامسي 7:17:30 3:20 تهانينا ألف مبروك على هذا الفوز والانتصار هذا هو مانع وهنا علي بن سعيد الزرعي ومبارك بن سعيد الزرعي مضمرين السولعي والسولعية هانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي قدم من خلال هذا الاسم هنا أيضا مبارك بن سعيد الزرعي أخو علي بصورة تذكارية مع سمو الشيخ طحنون بسلطان بن حمدان الشوط الثالث كأس المحليات مع المدينة بسعيد بن حميد بن سعيد بن عامر النيادي هانينا الناموس على هذا الفوز والانتصار هنا سعيد وأيضا عبيد بن غدير عبويضة 7:23:6 تهانينا والناموس على فوز المدينة صاحبة كأس المحليات في جائزة زايد الكبرى أيضا تظهر بكأس آخر هانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار بينما البندقية شوط الرابع مع أيضا الشداد محليات الأصائل هانينا لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي مع أحد الصفقات الرابحة التي أبرمها بن كليب يوم الأمس من خلال هذا الفوز والانتصار ب7:17:09 تهانينا لسيف بن علي بن كليب الكتبي وتهانينا لعبد العزيز بن سيف بن كليب على الفوز بشداد المحليات أيضا هنا رامس أبو ضبيب العامري أيضا كان مالك معزز سابقا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار شكرا أبو سعود وأيضا علي أبناء سيف بن علي بن كليب على هذا الفوز والانتصار هنا هويدن بن عبد الله اليحافي أو حمدان بن سليم اليحافي ومضمرا لمعزز اتخذت النهاية تهانينا ومشكور يا اليحافي هكذا الصور التذكارية مع سمو الشيخ طحنون بسلطان بن حمدان بن محمد الهيان نبدأ بأشواط الانتاج والمنتجين الرخامية هي بطلة هذا الشوط بطلة كأس المحليات هانينا لسالم بن راشد بن غدير الكتبي هانينا لحمد ومحمد وسعيد وعلي ابناء راشد بن غدير الكتبي على هذا الفوز وتهانينا للدينامو الحميدي بن سالم العمري كاس المحليات هنا محمد بن راشد بن غدير والحميدي بن سالم العمري وايضا مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير يستلمون كاس الرخامية من سمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد الهيان شكرا للدينامو من قدم الرخامية في هذه الأمسية الرائعة هنا مكتوم بن محمد بن راشد بن غدير ايضا هنا صورة تذكارية لفوز الرخامية بندقية الجعدان المحليات الأصايل للإنتاج النادر ويضيفها على التوالي بعد ختامية المرموم مبارك بن محمد بن نصر العامري 7:13:06 محققا التوقيت الأفضل والأجمل هنا مبارك بن محمد بن نصر العامري أيضا علي بن صالح بن نصر العامري وأبنائهم بصورة تذكارية جميلة
من خلال هذه الصورة المعبرة، وأيضا محمد بن سالم اليديلي معهم يعيش هذه الفرحة. بينما يأتي صوت المهجنات الذي غازت فيه تكريم مع خلالها ظافر بن راشد بن سويدان بن حضيرم الاكتبي. هانينا والناموس، هانينا لسالم بن راشد بن سويدان الاكتبي على فوز تكريم بكاس المهجنات. الف الف مبروك وذهب الى الهير. هانينا والناموس هنا ايضا زملائهم واخوانه هذا ظافر، تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدمته تكريم في هذا المساء الجميل الذي شاهدنا من خلاله التحديات الجميلة. هذا المضمر هويدن بن عبد الله اليحافي، هانينا والناموس، مشكور يا هويدن. ايضا قدم تكريم بهذا الاداء المتميز. الختام كان رائعا وجميلا من خلال ادهم احمد بن مطر بن مايد الخيلي. هانينا والناموس، هنا مبارك بن احمد بن مايد، ايضا محمد بن احمد بن مايد الامون الشداد، وحمد بن احمد بن مايد. هانينا والناموس على فوزي ادهم، هانينا على هذا الفوز والانتصار. ايضا من خلال فوزي ادهم تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي، مبارك والناموس أدهم.